أولا نشكر السيد رئيس الجمهورية على القرار الذي اتخذه مؤخرا بتدعيم الرحلات الجوية، ونشكره كامل كذلك وزير النقل على تدعيم هذا القرار بإضافة الرحلات الجوية. لكن الشيء اللي حنقوله أن الرحلات هذه ما كانتش فيها رحلات مباشرة، معظم الرحلات كانت لوجهة فرنسا، يعني تقريبا 48 رحلة، فيما أنه وتم إقصاء باقي الدول مثل بريطانيا، بلجيكا، كندا، عدة دول. يعني الجالية هنا رايك تحس روحها أنها مقصية، لذلك نطلب إعادة النظر وتخصيص رحلات مباشرة. بالإضافة إلى أنه في الأسعار، أسعار الرحلات الجوية مرتفعة جدا لو قارناها بباقي الرحلات. لو قارنت مثلا بالدول الجوار، أنه مثلا أشخاص من بريطانيا ولا من فرنسا يتوجهوا لتونس ب 100 أورو ولا 70 أورو، وباش يشري البي إلى الجزائر يشري 700 أورو ولا 1000 أورو، يعني بزاف الشيء هذا راه مرتفع جدا، وهذا يعود ينعكس سلبا على الجالية خاصة في الوقت الراهن. احنا دائما انا اقول دوري كنائب اني نكون وسيط خير بين السلطه الجزائريه والجاليه الجزائريه، لكن قرار متخذ مثل هذا انه يخص رحلات لبعض الدول ويهمش بعض الدول الاخرى هذا مش محله. والاسعار مرتفعه جدا، اسعار تاع التذاكر مرتفعه جدا، لو قارنا انه الشخص يروح لتونس يروح ب 100 اورو ولا 70 اورو ويجي للجزائر 700 اورو على هذا الشيء، وماذا يقول لك اسعار تنافسيه؟ اسعار اللي مش تنافسيه، مانيش عارف لك الاسعار مش محله. هذه نقولها، أنا أمس جيت هنا لإنجلترا جاء معايا واحد خلص 1500 أورو، 1500 أورو يعني مبلغ مرتفع جدا، عادة كنا نجوب 200 أورو ولا، يعني موش السعر هذا موش ينعكس على الواقع. باش نتأكدوا من المعلومة هذه، أي واحد يدخل ويب سايت تاع أني ترافل كومباني وتشوف دير الوجهة تاعك، مثلا إنجلترا ما كاينش أسعار، ما كاينش دوكا رحلات، دير مثلا باريس تو تونيزيا راح تشوف البرايس يعني تشوف منخفض، دير باريس تو ألجيريا تلقاه 700 أورو 800 أورو على هذا الشيء، بزاف بزاف ماهوش أسعار ماهيش تنافسية، هذه نقولها نأكد على الأسعار ماهيش تنافسية. طيب احنا هذا الشيء نطلبوا فيه، لازم إعادة نظر في هذه الأسعار باش تكون أسعار تنافسية، وضيف في المستقبل احنا رانا نستناو باش رانا نحاولوا جلب السياح في المستقبل، يعني بالسعر هذه اللي مديورة مستحيل أنك تجلب السائح للجزائر، يعني يشوف احنا رانا نحاولوا نخرجوا من قطاع المحروقات، باش الجزائر تخرج من قطاع المحروقات لازم تعتمد على القطاعات الأخرى من قطاع السياحة، باش نجلبوا السياح لازم ننظر في الأسعار هذه. احنا لازم تخفيض اسعار مثل جارة تونس راهي مخفضين اسعار تاعهم باش يقدروا يجيبوا السياح. السائح كي يجي راح يجيب العلمه الصعبه، راح هنا الجزائري يخدم، الطاكسيور يخدم، لي زوتيل يخدموا، يعني لازم نحاولوا نخرجوا من قطاع المحروقات بجلب السياح. جلب السياح يكون عن طريق تخفيض اسعار النقل، لهذا ننتظر من وزير السياحة أن يدعمنا في هذا الأمر، يتحدث مع وزير النقل ويتحدث في هذا الأمر باش نجلبوا السياح أكثر.